بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الرجل الحكيم. حضر ضيوف إلى مجلس إمام المسجد، فأحضر الإمام تمرًا، وطلب من أحدهم أن يقسمه بين الحضور. فقال الرجل لإمام المسجد: أقسمه كقسمة الناس أم كقسمة الله؟ فقال له الإمام: أقسمه كقسمة الناس. فأخذ الرجل طبق التمر وأمد كل واحد من الحضور 3 تمرات، ووضع ما تبقى أمام الإمام. عندها قال الإمام: أقسمه كقسمة الله. فجمع الرجل التمر وأمد الأول تمرة، والثاني حفنة، والثالث لا شيء، والرابع ملأ حجره. فضحك الحاضرون طويلا. لقد أراد الرجل أن يقول لهم أن لله حكمة في كل شيء، وأن أجمل ما في الحياة التفاوت. لو أمد الناس كلهم المال لم يعد له قيمة، ولو أمد كلهم الصحة ما كان للصحة قيمة، ولو أمد كلهم العلم ما كان للعلم قيمة. سر الحياة أن يكمل الناس بعضهم. وأن لله حكمة لا ندركها بعقلنا القاصر، فحين يمد الله المال له حكمة، وحين يمسكه له حكمة، وأنه ليس علينا أن نشتكي الله كما نشتكي موزع التمر إذا حرمنا. ولنكن على يقين أن الله لو كشف لنا حجاب الغيب ما اخترنا لأنفسنا إلا ما اختاره سبحانه لنا، ولكننا نرى الدنيا كأنها كل شيء، وأنها المرحلة الأخيرة لنيل النصيب والرزق. هناك آخرة ستأتي لا محالة، وسنرى كيف تتحقق العدالة الحقيقية، وأن السخاء الحقيقي هناك، والحرمان الحقيقي هناك. المال لم يكن يوما معيارا لحب الله للعبد. فقد أمد المال والملك لمن أبغضهم ولمن أحبهم، ولكنه لم يمد الهداية إلا لمن أحب. ولو كان المال دليلا على محبة الله للناس لما ملك النمرود الأرض وما من مشارقها إلى مغاربها. الأشياء التي لا تصلك وأنت تحتاجها بشدة هي أشياء قدر الله عز وجل لها التأجيل لتأتيك في وقتها المناسب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله مولانا الكريم.